تمام، جميل. اوكي، اهلا بيكم. والنهارده احنا معانا يوم جميل جدا. النهارده يونيو 1 2024، والحمد لله الحمد لله قدرت، يعني استاذه فاطمه كمال اللي وافقت تبقى معانا، لان هي عندها علم كبير جدا جدا جدا. انا قابلتها قريب، بس اول ما سمعتها كانت بتدي محاضره برضو، حسيت لا انا عايزاها تيجي معانا، والحمد لله تكرمت ويعني قبلت تبقى معانا. هقدمها كده، بس انا عايزه اقول حاجه. لو بليز، لو فاتحين طبعا هنقفل الموبايلات. تاني حاجه، بليز لو في اسئله هنخليهم شويه في الاخر عشان ما نقطعش الحديث، عشان هي هترد على حاجات كتيره جدا جدا جدا، ولو لقينا الحديث طال هنطلب منها لو ممكن تتكرم تعمل معانا لقاء تاني. اوكي، انا هقول اللي هي قالته لي، وهي برضو تضيف تقدم نفسها. فهي متخصصه تغذيه ومدربه صحه، اوكي، وممارسه مرخصه يعني سيرتيفايد في صحه الدماغ، وعضو معتمد في الجمعيه الدوليه لمدربي الصحه، يعني عامله سيرتيفيكيشنز كتيره جدا، وتخرجت من معهد التغذيه التكامليه، وكمان متخرجه من جامعه دكتور ايمن. ده راجل مهم قوي قوي في العالم، كنت لسه بتكلم معاها. هو نورو سيرجن او جراح مخ يعني نقول، داخل جامد قوي في ازاي الواحد يحسن حياته. وطبعا بيتكلم كمان على الاي دي اتش دي كتير قوي. هي كمان بتشتغل في مجال التغذيه بقى لها اكتر من 9 سنوات، يعني عندها خبره ومر بحاجات كتير قوي، عندها طبعا كلاينتس غير الدراسات الرهيبه، وبتركز قوي على صحه الجسم والمخ بشكل عام، وبشكل خاص على التغذيه الوظائفيه. هنسالها يعني ايه التغذيه الوظائفيه بعد شويه، عشان انا صراحه مش عارفه بالظبط. وكمان هي متخصصه برضه في لا، هي بتقول قصتها انها انقذت حياتها، وانقذت من يعني من التغذيه، التغذيه ساعدتها تنقذ حياتها، فدي قصه ملهمه برضه عايزين نسمعها ونبتدي على طول. اهلا بيكي، لو في حاجه عايزه تضيفيها برضه تعرفي نفسك بليز دو. لا تمام قوي، شكرا جدا جدا. قولي لنا كده بدايه قصتك، ليه دخلتي في كل التغذيه دي؟ مبدئيا انا مبسوطه اني معاك يا ميريت، عشان انا شفت الحلقه اللي فاتت وكانت جميله، وانا شرف ليا بصراحه. يعني والله احنا مبسوطين، واحنا بنعمل ده انا وانتي وكل الناس تانية، عشان بس الناس يبقى فيها اويرنس اكتر شويه، ويعرفوا انه في مساعده، وان الحقيقه كمان يعني حتى لما اتكلمت معاها النهارده بقولها بجد من دكتور ايمن، يعني الحمد لله ان في ناس بتروح وبتدرس عند ناس واصله جدا او ناس عاليه جدا، بحيث يجيبوا لنا العلوم دي وبالعربي ونفهم. على فكره كمان استاذه فاطمه يعني من حقها كمان تدرس العلم بتاعه، ان شاء الله ان شاء الله لو عملت كورس اقول لها انا اول واحده هاخده. انا يعني ادرس ادي شهادات من الجامعه، بس كان ناس ان هي حضرت الكورس مش انها تدرس يعني. It's okay. يعني practitioners أو يفهموا، مش يبقوا trainers، مش مشكلة. طيب انا يعني قصه التغذيه وكده معايا، يعني هي هحاول المها كده. فانا عندي حاجه اسمها سيكل سيل ديزيز، او يعني مرض كده في الخليه في الدم. اوكي، هو يعني ما بيتعالجش لان هو جيناتيك وراثي، ما بيتعالجش. ورحت لكل الدكاتره وجربت كل الحاجات اللي ممكن تتعمل من وانا صغيره. فده معناه ايه؟ معناه ان انا كرات الدم الحمراء عندي هي عند الناس المفروض ان هي مدوره، انا عندي بقى ايه زي الهلال كده، كريسنت شيب. فده معناه ان الدم بيتكون بسهوله بصعوبه وبيتكسر، سوري، الدم بيتكون بصعوبه وبيتكسر بسهوله. خلاص، فلما الدم يحصل ايه؟ ما ده الطبيعي بتاع البني ادم، ان هو دمه بيتكون بصعوبه ويتكسر بسهوله. بيحصل ايه؟ بيحصل انه بيبقى دمه قليل، دمه خفيف يعني، وايه وما بيبقاش عنده اكسجين في الدم كفايه، وكل الاجهزه في الجسم متصله ببعض. فانا لما يبقى عنديش اكسجين كفايه في جسمي، مش هيبقى وصل لي في مخي، مش هيبقى هضمي، مش هيبقى كويس. معناه ان انا مش هتخلص من السموم بسرعه، معناه مش هيبقى عندي فيتامينات ومعادن كفايه، معناه ان انا ممكن اقعد ادخل التواليت كل 16 يوم، وفاكره ان ده طبيعي من وانا صغيره. يعني حاجات غريبه جدا، معناها ملوثات كتيره وبكتيريا والتهابات، معناها انا مش بعرف كنتش بعرف اعمل كونفرسيشن. غير ان اصلا انا مولوده مخي البريفرونتال كورتكس، يعني الجبهه الاماميه، القشره الاماميه عندي النشاط فيها قليل، فده معناه ان انا عندي ايه؟ اي دي اتش دي. دكتور ايمن يقول لك كده، يعني ده كده معناه ان احنا عندنا فرط، مش فرط الحركة بس، مش شرط بس، أكيد في قلة تركيز يعني.
معلش ف هسألك، فانت من وانت مولوده بالمشكله دي اللي في الدم، يعني هما مكتشفين ده اهلك من وانت صغيره قوي. هو ده وراثي ما بيتعالجش، ده فيا من وانا صغيرة، وعرفنا متأخر، مش متأخر بس عرفت يعني انه ايه خلاص، يعني هو ما بيتعالجش. بس اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل انه ان اللخبطة بقى، كل الأنظمة متصلة ببعض. فانا لما يبقى عندي ما تخش التواليت، ان انا ما عنديش دم كفاية، يبقى في اكتئاب، يعني هرمونات ملخبطة. يعني ايه هرمونات؟ يعني سيروتونين هرمون السعادة قليل، هرمون الستريس كتير، يعني الجسم مش عارف ينظف، مش عارف يظبط حياته. الهرمونات عندي كمان يعني ايه غير السكر، الانسولين يعني هرمونات برضو، ايه تاني هرمونات، يعني التوتر، يعني الطاقة هرمونات، يعني البيريود تقعد عندي سنة، ما عندي بيريود، هي الانيميا تجيب انيميا، او اخد حبوب منع الحمل وانا طفلة عشان الدكاترة ادوها لي فتوقف. يعني هي الهرمونات، يعني الطاقة، الخصوبة، الميتابوليزم، تلاقي الوزن عندي، كان عندي في الفات، في البطن، في الاماكن اللي هي، وبعدين هنا رفيع قوي من تحت، يعني هو تلاقي في حاجة مش مظبطة. والغدة الدرقية كانت عندي تبقى زيادة أو تبقى ضعيفة، يعني كان بيحصل لخبطة كده في الهرمونات. يعني إيه كمان؟ يعني كمان الجهاز المناعة يجيلي على طول برد، يعني إيه كمان؟ كل السيستمز متصل ببعض على فكرة، خدي بالك ده عندنا كلنا. فلو حاجة عندنا ملخبطة تلاقي كله ملخبط، حاجة مظبطة تلاقي كله ظبط كده. نحس إحنا محتاجين كونسول دكاترة. فبابايا كان يوديني الدكتور يقول له أنت إزاي مطلقها شايلها، دي تحليل واحدة ميتة، ده كان بيحصل لي كذا مرة. فيقولوا لا طالع عادي، متعودة، أنا فاكرة إن ده طبيعي، ده حياتي في جسمي هي عاملة كده، يعني أنا ماشية كده في جسمي، وده اللي أعرفه، فاكرة إن ده طبيعي. لحد ما تعب تعب كتير، ومشاكل في، طبعا في التركيز جامدة جدا في المدرسة وفي الجامعة، واكتئابات، لأنه برضو بيجي، يعني هو مش بس الـ ADD له علاقة بالاكتئاب كمان، أو التوتر، او يعني طبعا في انواع كتير من ADHD، ولكن الانيميا برضو تعمل اكتئاب زياده وكده، ويبقى حاجه زي كده. انا حظي ايه في الدنيا، مولوده جيناتيكلي ايه الكلام يعني. فلخبطه كتيره جدا والدكاتره كتير. والمهم بابايا بدا قبل ما الانترنت بقى يطلع علينا كده زمان، بدا يديني، كان بالراحه كده يديني كده كتب علاج بالتغذيه، اللي كان بيجيبها من السوق معاه وهو جاي كده يرميها لي كده، اللي هو العلاج بالتغذية كده وبتاع، بتقعد يعني ايه لوز حاجات كده، وايه الحاجات الكلام ده، لسه بقى بقرا بقى. فابتديت اتعلم شوية، وبعد كده الانترنت جه، فالفورمز، بعد كده جوجل، بعد كده جوجل سكولر، كنت بقرا بقى كيس ستاديز، يعني ستاديز، يعني دراسات على النوكيا ان 70 بتاعي زمان كده، اقعد انام على الستاديز دي. فقعدت اذاكر مع نفسي واجرب حاجات بالتغذية وكده، لحد ما ايه الكلام ده، خد مني 6 سنين من غير ما ادرس بروفيشنال، يعني كنتش عارف ان انا ممكن ادرس وانا كنت ادبي، طب معلش، قبل ما انت بتعملي الحاجات اللي هو بالكتب اللي بابا بيجيبها واللي بتقريه، كان في شوية تحسن يعني؟ خفيف، عشان كده كملت اوكي، يعني خفيف، بس ما كنتش فاهمه كان في شوية مصادر في مصر تقدر تساعد شوية. اوكي، للمهتم قوي ومش فاضي وفاضلها. يعني انا كنت فاضيه قوي، انا ما كنتش بخرج، ما كنتش قادره، ما كنتش بعرف اتكلم مع الناس، فانا كنت فاضيه لها بقى، قاعده فاضيه لها، يعني اقرا كده، اخرج والناس تشوفني لطيفه وبتاع، بس انا مخي ما كانش تمام، اروح البيت اكتئاب وتركيز فيفتكروا ان انا يعني بتنحى مثلا، بس انا ما كنتش فاهمه بيقولوا ايه، اكيد لان انا كنت في عالم تاني، بتقال لي دايما انت في عالم تاني، انت في عالم تاني. المهم كنت ماشية كويس في المدرسة؟ يعني المدرسة ماشية؟ ما هي ماما بقى كانت بتجيب لنا المدرسين لحد البيت، والجامعة قعدت 7 سنين في الجامعة، أول جامعة ليا يعني، فكانت يعني كنت الموضوع لا بفضل مش زمان ماشية السنين بسهولة، يعني كانت عجباني خالص ماشية بصعوبة يعني. جدا، بس ماشية بصعوبة جدا، يعني يا إما تقلي تركيزي يا إما اكتئاب، يعني يا إما ده يا إما ده، شفتي؟ يعني اللايف اكسبكتنسي، أو السن يعني اللي بيقول، يعني الافريج، المعدل الوفيات بيبقى للناس اللي عندها سيكل سيل ومشاكل الدم دي بيبقى 38 سنه. انا تميت 38 سنه، انا دلوقتي تحليلي الحمد لله كويسه، فهي الفكره بس انه يقولوا اللي يقولوه، تحليلي دلوقتي كويسه، وانا صغيره كانت تحليلي واحده ميت، كل تحليل دلوقتي كويسه، يعني ممكن مثلا ابقى على الحروق لك سنه في الانيميا، بس ما بقاش انيميك لو انا لخبطت الدنيا خالص مده شويه، بس معظم الوقت باخد بالي. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فحتى الحاجات اللي هي يقول لك ايه جيناتيك ما بتتعالجش والكلام ده كله، لا ممكن نظبط، حتى في العلم في حاجه في البيولوجي اسمها ايه
بننيم جينات ونصحي جينات، ما بنغيرش الجينات، بنأكتيفيت وندي أكتيفيت. بالظبط، ده كلام دكتور بروس ليبتن، وكلام خلاص مثبت فعلا انه في ابيجينيتكس، يعني اكتيفيشن او زي ما هي قالت، يا نايم او نصحي او اكتيفيت او نوت اكتيفيت. مظبوط. بس انت بتقولي جيناتك، يعني حد في عيلتكم كان باين عليه ولا من اجيال؟ لا هو واضح ان انا كنت شايله، يعني انا عندي اخت توأم هي انا اكتف شايله الجين ده اكتف، هي عندها مش اكتف بس احنا شايلينه يعني، فواضح ان اهلي برضو شايلينه بس ما كانش اكتف عندهم. فما كانش باين، بس ما شاء الله، يعني واضح ان اهلك كانوا برضو متفتحين، او يمكن يأسوا من كلمة الدكاترة ان طب نجرب تغذية، طب نجرب كده، يعني لان ده من كذا سنة اللي بتقولي ده، يعني دلوقتي الكلام ده طبيعي ممكن نسمعه، بس من 10 15 سنة لا، ما حدش كان بيتكلم بالاسلوب ده متهيألي. يعني هي بصراحة أهلي كانوا يعني زي أي أهل، بابا كان حاول ياخدني لأحسن دكتور باطنة، أحسن دكتور مش عارف إيه، دكتور دم مش عارف ياخدني لدكتور مين ولا مين، وكل حاجة متلخبطة. وماما كانت عايزة تحبسني في البيت، مش عايزاني أشوف دكاترة خالص، لأنه كل ما أروح لدكتور يكتب لي حاجات يتعبني أكتر. فطبعا يعني أنا بحترم جدا الدكاترة إنه بيبتزوا حيوات ناس، ولكن الطب التقليدي ما بيظبطش حاجات كتير أوي، ممكن يداوي بس ما بيعالجش الحاجة. وخصوصا لما يكون حاجات كتير مش عارفين يتصرفوا بصراحه. ماما حبستني في البيت لدرجة كان في دكتور منهم هيجي يطلب لها البوليس، يعني الله، مش عايزة نقل دم، مش خايفة من كل حاجة، مش مفيش بقى ثقة، بنوصل لمرحلة مفيش ثقة بقى في الثقة بس وبس. فالتغذية بصراحة جابت نتيجة كويسة جدا جدا بصراحة، أقدر أقول لك إن هي كانت تغذية بس، التغذية طبعا والإيمان بقى والحاجات اللي هي التفاصيل الحياتية العادية دي اليوميات، بس هي كانت تغذية بصراحة لا أقدر أحط إيدي عليها. طب قولي لنا النهارده، على انت قلتي فعلا يعني في حاجه تانية هتقولي لنا في قصتك، فابتديتي بقى تاخدي وتدرسي وايه، احكي لي يعني امتى حصل البريك ثرو؟ انت قلتي كان بسيط اللي بيحصل في مصر، كنت بتغيري التغذيه بس مش قد كده الفرق يعني. هو حصل بصراحة بالراحة قوي قوي، لأن أنا كنت لسه بدرس مع نفسي وجرب مع نفسي وجرب حاجات ماما تتخض، وبعدين ماما تخبي لي الأكل العادي اللي المفروض الناس بتاكله في الأكل، يعني تخبي لي مثلا السكر في الأكل، تحط لي حاجات تقول لي لا ما ليه ما تاكليهوش ما تاكليه، هي مخضوضة هي عايزة بنتها تاكل زي الناس، لأن هي حاسة إن هي في حاجة غلط في بنتها فهي مش فاهمة. فيعني كان مع الوقت كده، وعقبال بقى ما ابتديت ابقى احسن شويه ابتدوا اهلي يثقوا فيا ويساعدوني، يعني كنت لسه صغيره لما ابتديت اظبط شويه، يعني كنت لسه في الجامعه لما ابتدى يبان عليا ان في نتيجه ما، بس مش قوي يعني. احنا يعني مين دي اصلا اللي بتتكلم دي، يعني واحده صغيره فهي مين نسمع كلام طيب ناخدها. يعني ايه الحاجات اللي بطلتيها اياميها وفرقت معاكي؟ كنت ابطل مثلا القمح مشتقاته اللي بيسموه دلوقتي جلوتين كاسم عام، يعني القمح ومشتقاته، ابطل مثلا اللبن، ابطل مثلا السكر، وارجع لهم تاني، لان انا لما البني ادم بيبطل بيجيله اعراض انسحاب، كنت بتخض مع اني قاري عنها، جوجل ابتدى يقول لي دي حاجه اسمها اعراض انسحاب، بنحس اوحش قبل ما نحس احسن، وقوم راجع تاني. فالموضوع طول مني شويه، بعدين فجاه يعني انا كان عندي جلدي ده كان زي كده، كنت بروح كل يوم الجامعه الست اللي مربياني تقول لي يعني انت ايه اللي في وشك ده كله حبوب كبيرة كده، يعني ايه اللي حاصل؟ فتقول لي حرام عليكي وشك، ولا انا يعني عشان يعني الشمس بقى مع التوت بس. فبالراحة بالراحة ابتدت اللي هي من بره يبان، بس من جوه ايه لسه اوجاع لسه مش عارفه ايه، ليه اعراض انسحاب ما كنتش عارفه اعراض انسحاب من الـ انا احسن ولا اوحش. وبعد كده فجأة بصراحة بعد سنين فجأة جمعت ان انا تركيزي احسن، فجأة يعني بعد سنين فجأة ما فيش حاجة اتغيرت، فجأة انا جمعت. على فكرة انا بفكري عن نفسي انا عيانة على طول، بس انا فجأة تركيزي احسن، انا بتكلم مع الناس، عندي صحاب، بركز في الكلام بيتقال، بركز في شغل او في الدراسة يعني. فكانت فجأة كده جمعت ايه ده، انا حتى قلتها بصوت عالي ايه ده، انا في يعني فرق، ما عنديش في اي حاجة، مشاكل مع الدكاترة. وابتدت جسمك ينتظم داخليا برضو، ما بقيتش ديبريشن نفس الديبريشن وحاجات كده. طب يعني ايه بعد سنين، كام سنة يعني؟ يعني مثلا هو الفكره ان انا عشان ما حدش متابع معايا، فانا كنت اللي هو بقى احسن كده اوحش بكده احسن مش اوحش، ان هو دايما الواحد بيبقى احسن، هو الهيلينج مش يعني العلاج مش بيبقى عامل كده خط كده، بالظبط. عامل كده بكده كده وين بننزل كده،
انا لما كنت انزل هنا اقول انا رجعت زي الاول، ما فيش امل، مع اعراض انسحاب بقى حسب مود هنتكلم، ممكن نتكلم عنه. وبس انا كنت هنا، فانا كنتش فاهمه انا كل شويه اقارن بالظبط. بايه كل واحد. بس بجد يا حمد، يعني انت عندك برضو يعني بريف، يعني عندك شجاعة انك تكملي وصغيرة وما بتيأسيش عن الموضوع كبير. يعني عايزة أبقى بنت عادية، عايزة عندي طاقة زي الناس دي بتقعد تتكلم وعندها طاقة كده وتروح تفهم بيقولوا إيه بس وحاجات كده كده. انت مؤمنة ان في حل؟ يعني في ناس بتقول لك خلاص هو كده، هو في هنا حتة ايمان ان في حل، فبتدوري وبتبحثي، دي حاجة جميلة جدا. يعني اوكي كملي، انا مش عايزة اقطعك كتير. بصراحة ما حدش قال لي إن هو كده، ما حدش قالها لي في وشي كتير، يعني ما حدش كان بيقول لي في وشي كتير إن أنت عيانة، بس ماما دايما بتعاملنا معاملة كده باللمس وتاخد بالها. انا ما جمعتش ان انا في حاجة يعني غلط غلط، غير لما في الاخر عرفت ان دي حاجة جيناتك وما بتتعالجش، وراثية ما بتتعالجش. بس هو ما كانش حد دايما يقولي ما بيتعالجش ما بيتعالجش، كان دكتور اروح له فتلاقيني رايحة ماشية عادي وبتكلم، فيقولي لا ما فيش حاجة. فابتديت بقى ادرس، فاعمل كده لبابا اصدغه كده، فبابا يقول له معلش هي بس الحاجة ومامتها عايزة تطمن التحاليل، هي انا اللي كاتبه التحاليل في البيت. فالدكتور ياخد التحليل يعمل لي التحاليل، انا عارفه في ايه، انا قاريه بقى، انا عايزه اعرف في ايه، ايه المشكله فين. يعمل التحليل يتخض، يديني ادويه، هو مش فاهمه ايه، انا فاهمه ايه، انا عندي ايه، التهاب في جدار المعده مش عارفه، يعمل لي تحليل قد كده تانية، يعمل لي مناظير وحاجات، وفي الاخر انا فاهمه في ايه، هو مش عارف في ايه، ويديني انتيبيوتيك قوي جدا. اروح للتاني يقول ازاي ده كده، ده منعوه من السوق. اروح للتالت، فابتديت بقى خلاص قعدنا في البيت ظبط نفسنا، نرجع تاني للاكل اللي كنا بنظبطه وكنا عايزين الحل السريع. وبدات خلصت الرحله دي، لان نهيتها بقى خلصتها، كانت تغذيه وخلاص خلصنا. اوكي حلو جدا جدا. طيب ممكن تشرح لنا بقى على يعني ازاي ده فعلا اوكي اساعدك؟ فانت درستي حاجات كتيره قوي بقى، خدتي قرار ان انت عايزه تساعدي الناس بقى لما لقيتي الحل حصل فعلا من ده. جميل جدا جدا على فكره دكتوره دي، ده عامله لك هارت لان معناها دكتوره، يعني فدي حاجه جميله جدا. انا برضو احنا مش ضد الطب، بس الطب يعني زي نقول ايه، مش كامل، يعني هم في معلومات كتير ناقصاهم، مش متكامل، كلمة مش متكامل، هم ده حقيقة. مش هنتكلم على الطب التقليدي دلوقتي، قولي لي يعني ايه منظور يعني الصحة، يعني قولي لي المنظور اللي انت بتتكلمي عليه، علاقة المعدة بالمخ، والمنظور اللي اتكلمنا فيه لما قلتي لي ان التغذية التكاملية وكده. تقصدي علاقة المعدة بالمخ؟ نتكلم على علاقة المعدة بالمخ؟ اوكي ماشي. فهو احنا دلوقتي هسألك سؤال، مش انا دلوقتي احنا تفتكري، عشان تبقي ايه نتكلم كده ندي خلفية، احنا كمجموع الخلايا في جسمنا هو المجموع كله، قال لك من مجموع الخلايا بتاع جسم البني آدم في 40% منهم خلايا هيومن سيلز، خلايا بني ادمين. المجموع الخلايا بتاع جسم البني ادم 40% منهم خلايا بني ادمين، طب ال 60% دول خلايا ايه تفتكري؟ مش عارف، خلايا حيوانات مثلا، بكتيريا. بكتيريا. اوكي فاحنا هنا في نظام بيئي يعني نظام بيئي في ايكولوجي، في نظام بيئي كده بكتيري قوي جدا. فاحنا من لما 60% في بكتيريا بقى بمسمياتها وانواعها وتفاصيلها والحاجات دي كلها، بنسميه النظام البيئي البكتيري او الميكروبيوم. اوكي اوكي الميكروبيوم او الميكروبيوتا، او يعني ليها كذا اسم، ودايما هنسمع الكلمه دي هنسمعها كتير في المستقبل كتير، لان هي المستقبل البكتيريا دي. اوكي فالنظام البيئي البكتيري ده اللي احنا في نظام حي، في كائنات حيه ترزق في جسمنا كتيره جدا جدا جدا. معظم البكتيريا عايشه فين؟ في البطن، بمناسبة بقى ايه المخ والمعدة. بكتيريا كتيرة جدا عايشة في، معظمهم عايشين في المعدة. اوكي طيب عايشين فين؟ عايشين على اواخر ال اسمها ايه يا ربي، النيرف ده اللي هو ايه، العصب. العصب. شكرا. على اواخر العصب، بالذات العصب اللي هو المشهور جدا، العصب المبهم او الفيجس نيرف، اواخر العصب، هم عايشين على اواخر العصب المتصلين دايركتلي يعني مباشره بالمخ. خلاص ففي كوميونيكيشن، في اتصال رايح جاي بسبب العصب المبهم ده
رايح جاي من البكتيريا وايه والمخ اوكي والدماغ يعني بالذات. طيب المخ. طيب دلوقتي بالبلدي كده في نوعين بكتيريا، في البكتيريا الصديقه والبكتيريا ايه الضاره، ماشي؟ بس هما عشان يبقى الموضوع متوازن هيبقى من 85 ل 15 صديقه اللي مش صديقه، خلاص؟ لما يبقى 85 ل 15 هما بكتيريا متوازنه، بس اوكي لما ال 85 ل 15 يزيدوا عن حدهم بيبقى ساعتها بيبقى النظام البيئي البكتيري اختل في المعده. فلما ده بيحصل ايه؟ البكتيريا مثلا المضره بتزيد، بتبتدي ايه؟ مع زيادتها عدد السكاني بتاعها لما بيزيد بيبتدي رأيها السياسي بيعلى، فبيحصل ايه؟ هم عايشين في المعدة خلاص؟ بيقوموا فجأة رأيها السياسي بيعلى، ففجأة يحصل ايه؟ مع طول كده كده في اتصال، فجأة يحصل ايه؟ كل البتاع دي ما تاكليش، البتاع دي كل الأكل المضر ما تاكليش الأكل المفيد. مش بس كده، مش معظمهم عايشين في المعدة، كمان معظمهم عايشين فين؟ في البق، على اللسان، على استحلاب اللي هو التيست بادز اللي هي عندنا الدكتورة تقول لنا البادز بتاعت التذوق، اوكي ماشي؟ ف المهم فهم عايشين على حواس التذوق، حاسه التذوق يعني على اللسان كده، على التيست بادز دول. فبيحصل ايه؟ مش بس الانفريند بكتيريا دي، البكتيريا الضاره لما بتزيد بتقول لي كل الاكل ده مضر، مش ما تاكليش الاكل المفيد. كمان بيحصل ايه؟ تقول لي الله طعم الاكل المضر جميل قوي يا فاطمه، عايزين منه كتير، طعمه جميل عايزين منه كتير، ومش عايزين الاكل المفيد طعمه مش حلو، خلاص فطعمه مش حلو ما تاكليهوش. والعكس صحيح، لما دول بيزيدوا بقى الاكل، دول بيحصل، دول بيقلوا، لان انا جسمي جسم واحد، فلما دول بيزيدوا دول بيقلوا، هو كده مفيش مكان لهم الاثنين بنفس فغير لو هم يعني المهم دول ما بيزيدوا بقى البكتيريا الصديقة بيحصل ايه؟ بيحصل انا ببقى عايزه اكل اكل صحي، شوفي الجوت برين، مش بس كده عايزه اكل اكل صحي، عايزه اكل الحاجات اللي بتبسط البكتيريا المفيده، يعني ابقى ريلاكس، اكل اكل صحي، ما ابقى اصاحب الناس الطيبين قد ما اقدر، ابقى واعيه. بيحصل كده. والعكس صحيح، لما انا باكل اكل مضر بياكل البكتيريا المش مفيده، فيحصل ان انا عايزه حاجات تانية. فلما دول بيزيدوا باجي اكل الاكل الصحي، مش بس ببقى عايزه اكل اكل صحي وجبات كامله بتاعتي وبقى نفسي عليها، كل اكل مثلا الناس التانية بتاكل اكل معين مثلا النهارده، اكل مثلا مضر النهارده نتكلم فيه مثلا، انا اقول لهم الله ريحته جميله قوي بالهنا والشفا، فين اكلي انا جعانه؟ رايحه الاكل على طول، ده الاكل بالنسبه لي انا شايفاه كده، هو تك تك معده مف على طول ومواكلاه، اقول الله طعمه جميل، اجي اكل اكل مضر، مش قادره. ليه بنعمل كده في نفسنا؟ قاعده تجيلي افكار دي يعني. ونفس فاطمه، نفس فاطمه دي لما تروح تاكل اكل مضر مده طويله يبتدي النظام البيئي بتاعها يختل، فتروح تبقى عايزه من الاكل المضر اكتر وما تبقاش حابه الاكل المفيد اكتر، بعدين تعمل يوتيرن كده ترجع ورا تظبط الاداء، فجاه الله عايزه طعم جميل قوي الاكل الصحي ومفيد وانا نفسي فيه على طول. فبصي مثلا كده بالبلدي ده ايه، شوفي الكونكشن، الاتصال رايح المعده والمخ عاملين كده. كمان ايه، فده شوفي العصب المبرم ده بنسمعه كتير صح؟ فانز نيرف، فانز نيرف، فهو ده المين يعني مشي الدنيا. وكمان مش بس كده، 70 بصي عشان كمان الاي دي اتش دي بارت، سوري قله التركيز يعني اسمها ايه بالعربي الاي دي اتش دي فرط الحركة وتشتت وفرط الحركة، بس مش بالظبط. مشكلة، الناس كلها عارفة اي دي اتش دي دلوقتي. فالاي دي اتش دي بقى دلوقتي ليه علاقه بسيطه جدا بالمود، السيروتونين والدوبامين، تلاقي السيروتونين والدوبامين مش مظبطين صح؟ طيب هل تعلمي ان من 70 ل 90% من الـ الهرمون السعاده السيروتونين، كينج الهابي هرمونات، السيروتونين ده بيفرز فين؟ افتكري بنفرز فين؟ في البطن مش في المخ. من 70 ل 90% بيفرز في المعده عن طريق ايه؟ البكتيريا المفيده. لا كنتش عارف ده. ده كلام بديهي اما مفهوم طبعا، بالذات بتوع التغذيه بقى هم اللي عارفين المعده بقى. من 70 ل 90% من هرمون السعاده السيروتونين الكينج ده اللي هو بيبسط ريسبتورز يعني في المخ اكتر بكتير من الدوبامين كمان، بس الاثنين مهمين قوي ان هم يبقوا في المتزنين، بيفرز فين؟ في المعده. فهتلاقي بقى كمان ايه،
يعني افكاري لو انا ما عنديش سيروتون كافي، معلش يبقى عندي دوبامين كافي، الدنيا تبقى ملخبطه في مخي. انت عارفه المهم قوي للمخ ان احنا يبقى عندنا هرمونات مظبطه عشان صحه المخ مظبوط. وعشان بالذات الاي دي اتش دي. هل فبتشوفي بقى البكتيريا ايوه والهرمونات. سوري قطعتك، هل في حد عملتي معاه كلاينت ولقيتي بالاكل بس الاي دي دي اتحسن؟ ايوه طبعا انا الله، واحده من اتبسطتي؟ ايوه الحمد اوكي، لله. يعني فعلا الكلام ده حقيقه، ان في ناس لو ظبطت، مش كلهم اكيد، بس في ناس بتظبط معاهم، ولا انت معتقده ان كلهم ممكن يظبطوا كله بالاكل؟ بيظبط بدرجات، كله هيظبط، بس في الاول بنحس اوحش. مش كده، انا بشتغل 3 شهور 3 شهور 3 شهور برامج، يعني ما بشتغلش تعالي وروحي شوفك بعدين لما تحبي تيجي تاني. لا انا 3 شهور برامج من ساعه ما بدات، بقالي 9 سنين 3 شهور البرنامج 3 شهور بنخلصه اللي بعده. يعني طبعا ممكن تمشي في النص عادي بس اللي هو بس يعني الفكره انت كلها بتقولي كل كله في ان شاء الموضوع. الله هيبقى بنسبه اتليست يتظبط، واتليست في نسبه، وانت بالنسبه لك ده فرق معاكي حياه وموت، يعني ده غير حياتك كلها. طبعا نسبة الوفيات 38 سنة، أنا عندي 38 سنة والحمد لله، يعني الحاجات دي بتاعت ربنا. فالأكتوال إيدج السن الحقيقي ده بتاع ربنا، إنما السن البيولوجي ده تغذية اللايف ستايل وإيه والبيئة، لكن التغذية انت والحياة. موت حكايه الكواليتي اوف لايف، انت في كواليتي اوف لايف كان ممكن تبقي قاعده، بس بطنك متلخبطه والحياه كلها ملخبطه وديبرست. ما هو مش حكايه بس سن، حكايه الكواليتي اوف لايف مختلفه، يعني اللي انا شايفاه يعني. يعني ايه بيولوجيكال ايج؟ يعني ايه سن بيولوجي؟ يعني انا فيا حياة مش خلاص باي باي، يعني موجودة، يعني حاضرة هنا، يعني روحي في جسمي موجودة بالظبط. شغالة بجسمي. طيب قولي لي، ايه هو الطب التقليدي الوظائفي؟ و يعني ايه طب يعني انا مش عايزه اقول الطب التقليدي الوظائف ايه هو، يعني الكلمه دي يعني ايه؟ ايوه الطب التقليدي احنا عارفين، الطب الوظائفي هو طب تقليدي يعني قصدي مبني على الطب التقليدي، بس هو اتقدم لحد ما عارف، ما رجع لورا، من كتر ما اتقدم رجع لورا نجيب المعلومه من ورا، اللي هو اسمه من زمان. عشان فيعني ايه اسمه ايه بالانجلش برضه، عشان في ناس ممكن تدور عليه، اسمه اسمه ايه؟ functional medicine؟ functional فانكشنال، هو ده كلمة الفانكشنال ميديسن. اوكي، الفانكشنال ميديسن ايه الطب الوظائفي عن الطب التقليدي؟ الطب التقليدي بناخد دواء هنا يظبط هنا، ناخد دواء هنا يظبط هنا، يلخبط سوري هنا، فناخد دواء ده يلخبط ده. يعني طبعا ده طبعا انا يعني بقول كده بطريقه يعني ايه مبهمه طبعا، لانه هو الطب التقليدي بينقذ حياه ناس كل يوم. انما الطب الوظائفي بشكل عام كده هو بيبص على الجسم كانه متصلين، كل الجسم الاجهزه متصله ببعض كمان اكتر. فانا مثلا بدل ما اخد دواء ده مثلا، بدل ما اخد مثلا دواء حموضه، فدواء الحموضه يقوم مشكلة ما مقلل اعرفش. القامة في الجسم. اتفضلي. لا لا كملي، سوري انا قطعت. فانت بتقولي بدل ما اخد دواء حموضة يحصل ايه بقى؟ دواء الحموضه مثلا الطب التقليدي هيديه لمريض الحموضه دواء حموضه. دواء الحموضه ده بيعمل ايه؟ بيقلل الحموضه في بطني، انا بطني محتاجه حامض كام كتير قوي قوي، حموضه يعني اسيد كافي جدا اكتر من الباتري اسيد. عشان ايه؟ عشان يعرف يهضم ويظبط الدنيا. فانا لما بطني ما بقاش فيها حامض كفايه يجي لي حموضه، انا لما بطني ما فيهاش حامض كفايه هيجي لي حموضه، الاكل هيقف لي هنا، يفتح لي اسوفجس يقوم طلع لي حموضه هنا. اقول ايه ده، انا عندي حموضه كتير قوي في بطني. لا ما عندكش حموضه كتير في بطنك، انت عندك حموضه هنا، ده مش مكانها. فانا اخد دواء الحموضه، فدواء الحموضه هيعمل ايه؟ الدكتور ممنوع يدي دواء الحموضه اكتر من اسبوعين، بس هو مش عارف يعمل ايه. فيعمل ايه بقى دواء الحموضه؟ يخليني طول ما انا ماشيه خلاص انا ماشيه على دواء الحموضه. ده الطب التقليدي. الطب الوظائفي بقى لا، تعالوا نشوف بقى الحموضه جايه ليه؟ نعالج بقى المعده بطريقه صحيه، نشوف بقى الطبيعه ونشوف الجسم شغال ايه، مشغل مع ايه، فما نلخبطش، نظبط ده عشان فنلخبط ده. ما ظبطش هنا فلخبط هنا اكتر، فيفضل هنا موجود طول الوقت بقى، واعيش بدواء الحموضه قبل ما اصحى كده، قبل ما حتى يجي لي حموضه. يعني ما بدل ما بنعمل كده بنروح للموضوع وبنظبطه، مبني على ان كل الاجهزه متصله ببعض. بتحاولي تشوفي ايه السبب ان الحموضه دي جات اكتر يعني، ولا ايه؟ وبيدي سبب فانكشنال ميديسن، بيدي دواء اصلا، في دواء بيتعاطى ولا من غير دواء؟ يعني احنا الطب الجول فانكشنال ده الجول بيدي دواء اصلا؟ اوكي. لا هو الهدف من الطب الوظائفي ان احنا نوقف الادويه
وان الجسم يظبط نفسه بنفسه، لان هو قادر ان هو يصلح نفسه بنفسه. لو لازم ادويه ماشي لازم ادويه. اوكي والانترنت بيقطع عندي، مش عارفه لو هو بيقطع. احنا سامعاكي كويس جدا. انا اللي بيجي لك واطي، بيجي لك بصعوبه. كويس حلو، بس ساعات كده بطمن يعني ممكن لا شويه. انا زيك، معتقده جدا ان في حاجات كتيره جدا الجسم ما عنده القابليه، او ربنا حط فيه قدراته الطبيعيه ان يظبط نفسه بنفسه، بس نديله فرصه. ده اللي انت بتقوليه يعني. طيب والطب الفانكشن برضه، عشان يمكن في ناس سامعينا يقولوا ايه ده، او الوظائفي ده، هل في بيعالج برضه حتة الايموشنال معاه كمان، ولا بس بيبص برضه على الاجهزة؟ هي مش احنا يعني ايه ايموشنز، يعني ايه هرم، يعني ايه عاطفه، يعني هرمونات مثلا وجهاز عصبي ومعده وبكتيريا متصلين ببعض كلهم ومخ، كل السيستمز متصله ببعض. يعني هرمونات، يعني هرمون السعاده، هرمون النوم، هرمون التوتر، يعني هرمونات. فاحنا طبعا اما ناكل كويس لجسمنا ونظبط نفسنا كده، لان هو بصي ايه اللي بيضايق صحتنا بالنسبه احاسيس وكده. طبعا كل السيستمز متصل ببعض، فيه هرمونات يعني هرمون السعاده والحزن وكده، فليه علاقه بقولنا بالبكتيريا 70 90%. ايه اللي الحاجات اللي بتضايق صحتي؟ الاكل المضر وتراكماته مع الوقت، والحياه، نظام الحياه لاي كلام، قله النوم، قله الحركه، توترات الشغل، الماليات، الكلام ده كله، الحاجات اللي هي في حاجات بايدينا وفي حاجات مش بايدينا. وايه كمان؟ والبيئه، احنا عايشين في بلد في مثلا محافظة فيها سيتي مثلا، ولا في الأرياف، أكسجين مش عارفة كذا بتاع، التلوث السمعي البصري الكلام ده. طيب في باد نيوز الأول، الأخبار السيئة الأول. الخبر السيء إن الجسم مش بيعرف يفرق ما بين التوتر الناتج عن الأكل المضر وتراكماته، ما يعرفش يفرق ما بين الأوكسيديتيف ستريس أو التوتر أو الكيماويات اللي بتفعل بسبب اللايف ستايل أي كلام، ما يعرفش يفرق ما بين التوتر او الاوكسيديف ستريس اللي بينتج بسبب الانفايرمنت الاي كلام واللوثات الداخليه دي. ده الخبر الوحش. الخبر الحلو بقى ان انا لما احوش الطاقه الرهيبه، انا فعليا حرفيا بمسك حاجه احطها فعليا وبدخلها جوه جسمي، لما احوش الطاقه الرهيبه اللي جسمي بيصرفها عشان يتعامل مع الحاجه دي صح من بنكي، يعني باخد طاقه قد كده من البنك بتاعي، من فيتاميناتي ومعادني والمعادن بتاعتي والهرمونات السعيدة وهرمون النوم والبكتيريا اللذيذة، باخد قد كده عشان اتعامل مع حاجات مضرة اكتر بكتير من لو فيها اصلا الفايدة الحاجة المضرة دي، وبضيعها عشان اتعامل مع يعني. فلما احوش الطاقة الرهيبة دي من الفيتامينات والمعادن والبكتيريا بتاعتي والهرمونات السعيدة، هيحصل ايه؟ هيحصل ان انا هعرف اتعامل مع اللايف ستايل اكتر، هعرف انام احسن، واو هنام احسن غير لو حد ماسك لي منبه، وهلاقي نفسي بركز اكتر، فشغلي هيبقى احسن، تعاملاتي مع الناس هتبقى الطف، وهكذا. وكمان مناعتي هتقوى بالنسبه للايه؟ للبيئه المحيطه. اوكي. كل الاجهزه متصله ببعض، كل حاجه متصله ببعض، ده الطب الوظائف الفانكشنال ميديسين. انت بتقولي ان الانفايرمنت ممكن ما اقدرش، يعني انا عايشه في بلد فيها بولوشن او ايا كان. تاني حاجه المشاكل الحياتيه برضو مش كلها اقدر اتعامل معاها، لكن على الاقل اتصرف في الاكل بقى عشان اساعد جسمي يحمي نفسه ويظبط نفسه. فدي الفكره حلوه جدا، فتقنعيني بقى بان انا فعلا الواحد لازم يبص على اكله. ولسه قريب كنت بسمع برضو بودكاست لمال روبنز، وكانت جايبه حد وقعدت تقول تخيلوا تخيلوا، انتوا متخيلين؟ انا عجبتني برضو التمثيل، الخليه اللي جوه جسمك دي معموله ايه؟ ما هي معموله من ايه؟ يعني طبعا هي برضو بتبسط، يعني قالت معموله من الاكل اللي بتاكلوه. هتاكلوا لها ايه بقى؟ هتاكلوا لها برينجلز، ولا هتاكلوا لها مثلا خس وجزر وحاجات مفيده يعني؟ فطبعا الفكره يعني الواحد ما بيقعدش يربط الافكار دي، ما هو اللي جوه ده جاي منين برضو؟ احنا بنحسب عادي بقى، فما بنفكرش كويس يعني. طب قولي لي كده، بقالك 9 سنين في مصر، ايه نوع الكلاينت اللي بيفكر يجي لك؟ يعني بيبقى جاي سامع ان انت ساعدتي حد تاني مثلا، ولا جاي مقتنع لوحده ان النيوتريشن هتساعده، ولا جايز ولا يأس فبيقول يلا جرب، ولا ايه حكايته؟ نوع الكلاينت بقى متعدد، يعني متعددين بقى. فممكن مثلا ناس تيجي عايزه تخس بس، فاقول لها لا عايزه تخسي بس مش انا، يعني اقعد اعلمك وبتاع وتخسي بس، طب عايزه تخسي، طب تعالي اسالك اسئله، فيكتشف ان هي ان الدهون المش صحيه اللي متراكمه في جسمها دي بيجي بجايه معاها مشاكل صحيه.
فنقول لها طب ايه رايك نظبط ده وده وده كمان، متحمسه تقول لي اقول لها خلاص انت معايا. لو مش متحمسه تظبطي الحاجات دي يبقى انت روحي لحد تاني مثلا. فده كلاينت اللي عايز يخس. ففي ناس الكلاينت اللي عايز يخس بس هو عنده مشكله في الهرمونات قويه لان الميتابوليزم قفش. ما هو الهرمونات الميتابوليزم ده تحت الايه؟ الهرمونات خلاص؟ فقافش ما راحت حاولت تخس. فده بنظبط لها الاول هرمونات، بعد كده بتبتدي تخس بس بتاخر شويه عن الناس التانيه. في بقى كلاينتس، لا معظم الكلاينتس بقى بيجوا وورد اوف ماوث، يعني بيسمعوا دي تقول لي دي، ده يقول لي ده. يجوا ليه بقى؟ لان مثلا هم التغذيه ظبطتهم مثلا ان هم ياكلوا الاكل اللي ربنا خلقه لجسمهم عادي كده، ظبطتهم مثلا في ايه؟ في تقلب المزاج مثلا، المود، التوتر، كان عندهم مشاكل في النوم، كان عندهم مشاكل في ادمانات الاكل بالليل ده، يصحوا مش حاسين كويس، الطاقة عامة، الحاجات كل دي طبعا هرمونات. خدي بالك، المود، النوم، سليب، هرمونات النوم، الطاقة تحت الهرمونات، الخطوبة تحت الهرمونات، اللي عايزة تخلف بس اقول لها بس خدي بالك لو انت عندك الحاجات دي معناها انت عندك مشاكل في الكبد. تقول لي ما انا جايه لك عشان انا الدكتور قال لي مش هعمل لك اي في اف، خلاص انت لازم تروحي تشوفي الكبد بتاعك ده اخباره ايه، لان انت خلاص في الدمار. فاقول لها تقول لها طب خلاص انت بالظبط، فانت مقتنعه ان احنا هنشتغل على الكبد يعني الاول، بعدين نشوف ربنا بقى يريد ايه. فمثلا الخصوبه ليها علاقه برضو بالاجهزه، بس اهو خلينا في الهرمونات. الميتابوليزم برضو هرمونات، الانسولين، مرضى السكر هرمونات، مشاكل الغده الدرقيه او غيابها هرمونات، حتى العميل اللي ما عندوش غده درقيه جسمه بيظبط وبيطلع له هرمون بيطلع له ثيرويد، جسمه بيجي حل عنده ثيرويد عالي. طب ازاي لحد تحسي احسن؟ بعد ما تحسي احسن تحسي اوحش، لان انت هيبقى زايد. سوري. لا مش منك انت، طب الانترنت بتاعتي. لا هنقوله تاني، بس انا ممكن قلت حاجة على الثايرويد كمليها، وبعدين هسألك حاجة مهمة برضو، وبعدين نسأل لو حد عنده سؤال. كنت بتقولي حاجة على الثايرويد؟ العميل اللي ما عندوش ثيرويد ده بيتكرر كتير. العميل اللي ما عندهاش ثيرويد وجايه وبقول لها لازم تروحي تحللي عشان تقليلي دواء الثيرويد التيروكسين وكده مع الدكتور طبعا، ما بتبقاش مصدقه في الاول بس بغصب عليها، وبعد اخوفها بالقصص اللي قبلها ان لازم تقلل، لحد ما الدكتور بيبتدي بيديلهم، هم ما عندهاش ثيرويد بيديلها بس نون وكده عشان بيخافوا. عندهم حق يعني، انا ما اقدرش اقول لهم ما تدوش، جسم عارف هم عارف. فمشاكل الغدة الدرقية دي طبعا تندرج طبعا تحت الهرمونات. وبرده التركيز، مشاكل التركيز، الناس اللي عندها ADD تلاقي كلاينت كده داخلة أول جلسة ما فيش خالص conversation، ما وعيني مقفلة وقاعدة عاملة كده، بعدين فجأة أو بتتكلم كتير حسب بقى أنواع ال ADHD، ADHD ولا ADD، فإما هايبر وإما في هايبر بأجريشن، في انواع الاي دي تركز على الحاجه التانية، او سي دي، اي دي اتش دي كده. فجاه تلاقي الدنيا لا بنعمل كونفرسيشن بجلسه ورا جلسه ورا جلسه، لا بنعمل كونفرسيشن. فبرضه التركيز الذهني والوظائف المعرفيه، الاكل العاطفي ده، يعني ادمان على الاكل، الاعضاء والانظمه بقى مشاكلها، الكبد الدهني، انزيمات المهضمه، وظائف الكلى والحصوات، الحصوات بتنزل بالاكل الصحي، يعني العميل بيدخل يعمل تواليت في الحوض عشان يشوف الحصوات هي نازله، عشان نبقى عارفين بس المعلومة دي. مشاكل المفاصل، الضعف، المناعة، مشاكل في كتيرة خلايا جدا الدم الحمراء. هتتظبط أكيد. هو عموما طبعا في المقولة اللي اتقالت من أمازون آلاف السنين، اللي هو يو ار وات يو ايت، واحنا نسيناها أو الطب ما علمناهاش، غير طبعا إنه في حصل الفترة اللي فاتت، مش عايزين نتكلم عن دي عشان عايزة أرجع للـ ADHD. حصل زي يعني تعمد إنه عشان يزودوا الأكل في العالم، وأي أكل وأي حاجة، ونص الأكل مش أكل أصلا. مش هدخل في القصة دي، هنبقى نعمل حلقة على ده، بس ملوش دعوة بالـ ADHD. قولي لي بقى، نرجع للـ ADHD. فانت بتقولي اللي عندهم، ما هو في نوع عنده فرط حركه وفي نوع ما عندوش، في اي دي اتش دي وفي اي دي دي طبعا. فاحكي لي كده برضو الاكل، انت جالك ناس وفعلا اختلف الوضع، لحتى مثلا هل في دي اي دي اتش دي اللي هم عندهم هايبر اكتيف، الولاد دي هديت او الادلتس دي هديت من بس تغيير الاكل؟ انا بشتغل بس مع الكبار بصراحه، بشتغل مع الاهالي بتاعت الاطفال، فما اعرفش الاطفال بيحصل لها ايه في البيت، بس يعني كويس يعني ان شاء الله خير. بس الاهالي اللي عندهم ADHD بيبتدوا بشوف البنات البنات الصغيره والاهالي وستات الكبار بيبتدي
التركيز احسن، بس هو في الاول بنحس اوحش، عشان كده اي حد لما يجي ياكل كويس في الاول بيتخض، بيجي يحس اوحش فما بيكملش، انما لو هو عارف ان هو هيحس اوحش بكده يحس احسن بيكمله، ولما بيكمله بنبسطه جدا. يعني انا جوزي مثلا سيبك من اني يعني بصي ايدي، انا ايدي انا اي دي اتش دي، بقول لك يعني انا دلوقتي بقيت دحيحه وركز وام عامله لا النقطه دي ومش عارفه ايه، انما قبل كده انا ما كنتش بعرف اعمل كونفرسيشن. فنفس القصه مع العميل، نفس القصه يبقى قاعد انا علاقتي بايه، انا اللي شايفه، فبنتكلم بلاقيه انا فتح عايزه اقول حاجه على ويتكلم. دحاحه دي، مش قصدي اقول دحاحه، انا لسه قايله لها. يعني انا دايما بقول لاي حد بعمل انترفيو، لو اقول لكم سؤال او اتنين ابعتوا لي نفسكم نسال ايه او لك. لا هي دقيقه جدا، كل شيء بطلبه منها بتبعت لي مظبط جدا. يعني انا قلت لها انت الوحيده، وانا عملت انترفيوز كتيره جدا ايام كوفيد، عملت حاجه و40 برضه مالهوش دعوه بالاي دي اتش دي، ففي اوقات كتير عملت انترفيوز وبنعمل على ادراك انترفيوز، بس انت الوحيده لليوم ده اللي عملت ده، ففعلا منظمه جدا. طب انا عايزه اسالك، يعني انت بتقولي بيجي لك ادالتس، بقى ادالتس عندهم اي دي اتش دي، انا السؤال اللي مش فاهماه رده لغايه دلوقتي، يعني ايه يحسه اوحش؟ سيبك كده عنده اي دي اتش دي، واحده عندي نفترض واحده عاديه وشويه بتصحى ديبرست كده ومش مظبطه وحياتها كده، ودي مقتنعه بكلامك وقالت لك انا هاجي بقى اشوف موضوع الاكل ده، اوكي، يعني ايه اللي هحسه اوحش في الاول؟ هيحصل لي ايه؟ معلومات عامة اللي هقولها دلوقتي. دلوقتي أنا لو قللت أكل مضر، قللت سجاير، قللت مخدرات، قللت أدوية كانت عاملة لي ليها أعراض انسحاب جايالي من الدكتور، قللت أي حاجة، شلت أي حاجة مضرة للجسم، بيحصل إيه؟ بيحصل إنه البكتيريا المضرة دي طول ما هي عايشة بتفرز ملوثات معدل معين، لما بتيجي تموت بتفرز ملوثات دي مش كلها بس كتير منها مرة واحدة، فبيحصل انتوكسيكيشن، بس بيسميها هيلينج كرايسيس، ازمه علاج، مش ازمه مرض بعد الشر. او بنسميها اعراض انسحاب، بنسميها هيركس رياكشن عشان الراجل اكتشفها كان اسمه دكتور هيكسايمر، يعني ليها اسامي عده كتير، او ديتوكس، اعراض ديتوكس. فبنحس اوحش اول اسبوعين، ليه تايم لاين كده يعني عشان نبقى فاهمين كده انه ليها مواعيدها. اول اسبوعين من تبطيل الحاجه او تقليل الاكل المضر ده ممكن يجي لي اوجاع كده خفيفه، الاسبوع التاني ممكن يلمس مع الاسبوع التالت والرابع اللي هم تاني اسبوعين بتوع ايه المود، ندخل بقى اعمق في العلاج. فيحصل لو فضلت مكمله على الاكل الصحي او مقلله اكل مضر هيحصل لي ايه؟ يحصل لي ندخل اعمق في العلاج، فنبتدي مودنا يقلب شويه هرمونات، ها فندخل اعمق للهرمونات، ليفل الهرمونات، مستوى الهرمونات، فيبتدي يحصل لي ايه؟ مودي يبقى اوحش. طب انا باكل كويس، انا جايه بقى احسن، مش احنا قلنا دول الاسبوعين بتوع، واحنا قلنا هيبتدوا من يوم كذا، هو احنا مع بعض، احنا مع بعض. فانا عن نفسي يحصل لي، انا اول ما اتجوزت كنت بقى عايشه دور المتجوزه بقى، اكل اي حاجه، مش عايزه اعمل جوزي بقى متخصص التغذيه، فكنت اكل وحش بتاع. فاول ما ابتديت اظبط قلت له بص احنا مش هناخد اي قرارات كبيره في الاسبوع التالت والرابع. ده تاني اسبوعين بتوع المود، اول اسبوعين اوجاع جسمانيه، تاني اسبوعين مود هرمونات، تالت اسبوعين 5 افكار معينين بيجوا لنا بتوع ايه، تالت اسبوعين دول 5 افكار معينين، لا الحياه مش تعيش كده ستريكت قوي يا فاطمه، لا بورينج ممله قوي، لا انا حاسه اني محرومه مش عارفه، مفيش منوعات، الاكل ما فيهوش تنويع. قول لها والنبي لو جبت لك ايه تاكليه هتقولي مفيش منوع، مش الاكل ما فيهوش فرايتي. ليه؟ لان هي دي الافكار بتاعت اخر اسبوعين، ثالث اخر اللي هم 3 اسبوعين اللي هو خلاص المود بقى احسن، الاوجاع خلاص انا حاسه احسن من الاول اصلا جسمانيا من قبل ما ابطل او اقلل، بس عندي الافكار الخمسه دول. تقولي لا دي مش اعراض دي توكس، انا بقول لك يا فاطمه ده الحياه ما تتعش كده. اقول لها لا دي 5 افكار بتوع المرحله دي، استني بس استهدي بالله استهدي بالله كده أول وايه مرة أعرف إن في كده. وخلصيهم، باي فجاه تحس احسن بكتير. اقول لها غيرنا حاجه في الاكل، تقولي لا الاكل جميل ومنوع وفيه تنوعات كتير. اقول لها غيرنا حاجه في الاكل، تقولي لا، نقعد نضحك. هو ده الطبيعي. انا بقيت 9 سنين بشتغل 3 شهور 3 شهور، اول اسبوعين تاني اسبوعين تالت اسبوعين، وبعدين الشهر ونص اللي بعديهم او الشهر اللي بعديها حسب، يعني بيبقى مبسوطين والدنيا جميله ان شاء الله. انا عندي سؤال برضو قبل، احنا ناخد سؤال واحد كمان بعدين نشوف لو في اسئله يا جماعه. ايه منظور دكتور ايمن بالنسبه لي صحه المخ والاي دي اتش دي؟ قصدي بيتكلم ايه عن ايه يعني؟ انا عارفه هو ان دكتور ايمن بيقول ان هو عمل برين سكانز لالاف او مئات الناس، يعني اتليست الاف،
وانه من البرين سكان يقدر يقول لك حياتك كانت شكلها ايه وقصتك ايه. فدي كانت حاجه انا هماني عشان انا بشتغل في الاي اف تي، بيقول لك يقدر يقول لك في تروما في سن 3 سنين وفي تروما من البرين سكان، وخلاص ده كمان علم اتعرف يعني. فدكتور ايمن ده حاجه كبيره جدا. قولي لي بقى ايه منظوره؟ احنا بقى مش بنشوف البرين سكانز، احنا بنعمل بنسأل أسئلة وبيجاوب عليها، فبنعرف من الأسئلة دي من الإجابات. في تيست كده أونلاين ممكن نعمله، بيبين بالنسبة لدكتور آمن آمن يعني اللي هو A M E N. في تيست كده أونلاين ببلاش، الاختبار ده بيبين لك أنت دماغك انه رقم ايه من ال 16 نوع للبرينز، للدماغ يعني. هم 16 نوع، دماغ ال ADHD مختلف ايه بقى. فاحنا عندنا ايه، اربعة وظائف دماغية رئيسية، خلاص. عندنا البريفورتال كورتكس، ده اللي هو مسؤول عن ايه، اللي هو القشرة الفص الجبهي دي، مسؤول عن ايه، القشرة دي الفص الجبهي الامامي ده مسؤولة عن التركيز. احنا عندنا بتبقى النشاط فيها قليل، ضعيف شوية عن الناس التانية اللي هي ما عندهاش الـ ADHD. فبيبقى احنا مولودين كده، ده نوع دماغنا نعمة، لأن ليها برضو ايه، حاجات مميزاتها، مش كلها حاجة ضرب ضرب، في برضو حاجات حلوة بناخدها من نوع دماغنا. فبيبقى النشاط في الجبل الامازي ضعيف شويه، فبيحصل معناها ايه، معناها ان احنا تركيزنا قليل، وكمان عندنا حس، عندنا يعني صعوبه في الحفاظ على التركيز على المهام، وسهوله تشتيت الانتباه، وتحديات في اكمال المهام، يعني الحاجات اللي احنا عارفينها دي. وكمان حاجه اسمها impulsiveness، في انفعالات، بيبقى منفع يعني، بتدي ايه الحكمه، الجادجمنت تفكروش، عندنا يعني تفكروش قبل ما يتصرفوا يعني. كده ماشي. فممكن نعملها يعني، ممكن نبقى احنا تبقى هايبر، وممكن ما نبقاش هايبر، تبقى انواع كتيره من طيب. وكمان ايه معناها، ان كمان ان احنا الوظيفه الحركيه عندنا، لان في اسمها عقد قاعد اللي هي البيزل الجانجليه دي، حته برضو مكان في من الوظائف الدماغيه الاربعه، عقد قاعديه، الوظائف الحركيه هي مسؤوله عن الوظائف الحركيه، برضو الاندفاعيه شويه. فالوظائف الحركية انا مثلا ابقى بتحرك، ابقى كلامزي، اوقع الحاجات، مش عارفة ايه مثلا. كمان ايه بتأثر كمان الشخص اللي عنده الـ ADHD، الوظيفة الدماغية الثالثة هتبقى الجهاز الجوفي، الليمبيك سيستم. فدلوقتي الحوفي، سوري، فعشان هو اسمه الليمبيك سيستم، انا ترجمتها بالعربي عشان ما انساهاش انا بتكلم. فهي ده مسؤول عن ايه بقى، المزاجات يعني المزاج بتاعي ماشي، والاستجابات العاطفيه، الرياكشن بتاعي الحاجه. فتلاقي مزاجي كده ايه، تلاقي الدوبامين اصلا قليل، طاقه الدوبامين، الدوبامينرجيك سيستم عندي بيبقى برضو ضعيف. فتلاقي برضو ليه علاقه بالجهاز الحوفي ده او الليمبيك سيستم بالمود برضو، فبيأثر على علاقاتي والصحة العقلية عامة، والتوتر، أو حسب بقى كل واحد بيجيله إيه، في اكتئاب أو توتر أو عنف أو غضب يعني أو كده. بس فالدوبامين لما بيبقى بيحصل بقى الحافز بيبقى قليل، الطاقة قليلة، استمراري في إني بعمل الحاجة بيبقى فيه حتة إيه. ده طبعا أنا بقول الإكستريم كيس، أو الإيه الحاجات اللي إحنا ممكن نمر بيها الشخص اللي عنده ADHD، مولود بالـ ADHD يعني. طب احنا دلوقتي ايه بقى الحاجة الحلوة اللي بناخدها من الـ ADHD؟ معناها ان احنا عندنا الامبثي، ان احنا بنحس، ان احنا عندنا حاجة اسمها عندنا سنس ايه، ابداعي، يعني حس ابداعي، حس ابداعي عالي. وعندنا حتة العفوية، فانت مش عارفة ايه اللي هيحصل. ففي حاجات جميلة يعني فبتيجي من الموضوع ده. وعندنا الامبثي والكمباشن برضو بيبقى عالي، يعني حسب بقى طبعا احنا قد ما نقدر نبقى في النص، بدل ما يبقى الدنيا ايه ملخبطه قوي يعني. طب هو اخد يعني بالنا دكتوره ايه اللي ممكن نعمله عشان نساعد؟ يعني هو بيفكر برضو في الاكل، ازاي نساعد الولاد اللي عندهم ADHD، بيتكلم في الاكل برضو. طبعا، اكيد طبعا. فهو هو في الاكل كده كده احنا لازم ناخد بالنا من اكلنا، هو ده اساسي يعني. احنا في الاكل كده كده يعني، دكتور امن يعني ايمن ولا ايه، بيقول لك لازم ان احنا ناكل كويس. فاحنا ناكل كويس ازاي؟ ده بقى شغلي بقى. فاحنا بنتجنب الاطعمه المصنعه كده كده، لان دي بتلخبط النظام البيئي البكتيري.
احنا ما ناكلش البكتيريا الضاره، بناكل اكل حقيقي كامل قد ما نقدر، كل حاجات احنا شايفين ده دقيق ابيض، ده سكر ابيض، ده مش ده لبن، مبستر، وده زيت مهدرج، ففي حاجات كده. هو اللبن ده فيه ايه؟ هرمونات، وي وي وي. نعمل ايه طيب؟ الجبنه الصفراء ولا الجبنه البيضاء؟ القريش مثلا احسن، الزبادي احسن من الحاجات الغريبه اللي بالسكر بالفراوله، لا سوري، احسن من الزبادي اللي بالسكر والحاجات دي. فاحنا قد ما نقدر بناكل الاكل الطبيعي، ما نتضايقش بقى ان احنا اول اسبوعين نحس كده احساس غريب، نبقى تعبانين ومش عارفه مش عارفه ايه، الاسبوعين اللي بعديهم فناكل جيلنا مود نكمل كده. طيب فلالة بتسأل ايه الجزء الرابع من المخ؟ هو هما يعني هو الـ ADHD بيأثر على 3 أجزاء من المخ اللي أنا قلتها، وبيأثر على الدوبامين. ده كان بتكلم فيه عشان ما اسرحش، عشان أنا ADD. فأنا كنت بقول إن هو بيأثر، سوري، على 3 أجزاء مش 4، أنا آسفة، وبيأثر على الدوبامينرجيتكس أو الطاقة والدوبامين اللي في المخ يعني. اوكي طيب، انا كنت لسه هسألك بقى لو ممكن نقول كده، لو ام وعندها اولاد ويمكن مش هتجيبهم لك بس عايزة تغير شوية في الاكل، وهل الولاد بيقتنعوا لانهم بيحسوا بالفرق ولا الولاد ما بيرضوش مثلا؟ فبرضه بس قولي لي ايه اللي نشيله. انت لسه قايلة نحاول ناكل حاجات طبيعية، يعني الزبادي احسن من اللبن، الجبنة القريش احسن وبس من لما ناكل السكر. بروتينات ناكل قليل، نطلع البروتينات والسلطه الاول، وبعدين نطلع الحلو بعدين، ما ناكلش الحلو الاول، ما ناكلش العيش الاول، ما ناكلش الرز الاول، ما ناكلش المكرونه الاول، ناكل الاول البروتينات والالياف الاول بالراحه بالراحه، نشبعهم بالاكل ده. الرز انت معتبره الرز فيه نوع من التصنيع يعني؟ الرز بيتخلق، الرز احنا نعرفه الابيض ده ربنا مش خلقه ابيض، هو خلقه بني كامل الحبة، بتشيل قشرته، بتشيل الألياف، بيبقى بيدخل في الجسم سكر أبيض، بيتحول لسكر أبيض، ناكله بس نركز على البروتين والألياف الأول، نشبع 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 بيهم، بندخل الحاجات التانية. ما يبقاش الدنيا إيه يعني، الأم عندها حق ما تقول كل ده الأول بعد كده ناكل ده، ونبقى صرمة في نبقى في صرامة في الموضوع، لأن إحنا لما بقاش في صرامة بيحصل إيه، إن الطفل كده كده هيحتاج إن يجيله أعراض انسحاب، هو كده كده هيحتاج، نبقى جاهزين بقى للاحتياجات. ويا ريت ان احنا ما نبقاش كلنا بنبطل السكر مع بعض في البيت، عشان ما نبقاش كلنا نتجنن مع بعض، ان يعني حد فينا يبطل والتاني يقف له كده يقول له اه انت بتبطل السكر، ايوه ربنا معانا. يلا ف دول الدرجة دي. طب انا سؤالي، لا يعني واللحوم نو بروبلم، انت بتقولي البروتينات اوكي، واللحوم مش داخل فيها هرمونات برضو كتير ولا لا؟ ما فيش مشكلة، لا، قلل اللحوم فيها بروتينات، يعني قلل فيها حاجه ليها لازمه في حياتي. قصدي فيها هرمونات يعني بيأكلوا الحيوانات هرمونات. كويس. اللحمه الحمراء، بصي كل حاجه في الاكل النباتي، الخضار، الاورجان العضوي، فيه مواد، فيه حاجات مشتركه، يعني بيبقى مش بيبقى عضوي 100%، يعني هو قد ما بنقدر بنعمل الحاجه، بس على الاقل الحاجه ناكلها بيبقى فيها ليها لازمه، ما بيبقاش كلها ضرر بس. اوكي فهمت. ده ستاندرد قدام، ونجيب بيض بلدي لو نقدر عن البيض الابيض لو نقدر، يعني قد ما نقدر فراخ بلدي، السمنة البلدي بدل الزيت المهدرج، الحاجات دي. ممكن نعمل حلقة تانية للأكل مخصوص، بس يعني يعني لان ده مهم قوي قوي قوي. طب احنا الأكل اللي هنبدا، بيسبب انا الإسهال نفسي عندي على بيكتبوا، انا نفسي عندي اسئله كثيره جدا، لان انا قريب كده انا عندي نسبه اي دي اتش دي وما كنتش حاساها، وزادت معايا على الكبر. لما قابلتك قلت لك الكلام ده، فبحس ان انا اي دونت فوكس زي زمان، مع ان برضو كنت شاطره وكل حاجه، يعني عمرها ما كانت حبال وانا صغيره، لسبب ما ظهرت كده فوق الخمسين يمكن، لكن بتزيد، بتكلم بسرعه وعايزه انجز وبتوه، بفتح ميت تاب وحاجات كده، فخدت بالي. ف مش عشان يمكن يوم اتكلمنا مع بعض بس ابتديت افكر شويه في موضوع الاكل، فلغيت حاجات معينه بس مش بالدرجه الرهيبه، فما حسيتش بالاعراض. بس مثلا انا كنت بموت في حاجه اسمها جبن شادر واسيحها والكلام، والله لغيت الساندوتش ده، اتلغى من ثانوي كمان، اللي هو بقى عايزاه بقى اقول لا 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 خلاص، قولي شوفي اي حل تاني. كنت بحب الزبادي قوي لغيته، كنت بحب اليو بلاي والزبادي اللي فيه فراولات وكده لغيته من سنتين ثلاثه، لان لقيته ما هو الا سكر وعلى يعني بصراحه عك، وكل ابتديت بقى ده عك ده عك، من لطف ربنا ما بحبش الشيبسيات وكده اللي من بره، لكن لسه في نسبه طبعا من الاكل كله فيه سكر زي ما انت شايفه، بيعملوا العيش بالسكر اصلا، فبتحاولي تقللي لكن لسه، لكن لغيته شويه حاجات. ملعوب فيه، لا القمح ملعوب فيه، باين دي ابيض يعني ما فيهوش الياف، فبيدخل ياخد من جسمي اكتر بكتير من اللي هيديهولي، اذا اصلا اداني حاجه، نعم بيديني لواسات بصراحه، ومبيدات حشريه وحاجات كده في القمح دي،
فانا بياخد من جسمي اكتر بكتير مما بيديني، بياخد من جسمي فيتامينات ومعادن عشان اتعامل مع الحاجه الغريبه اللي ما بقتش قمح دي، الحبه اللي اتحولت دي ما بقتش قمح، اللي سميناها جلوتين دلوقتي سموها يعني. فبياخد من فيتاميناتي ومعادن، بياخد من البكتيريا المفيده بتاعتي، بياخد من الهرمونات السعيده بتاعتي، يعني هو اكشلي بياخد بيزعلني مني مش بس بيأذيني، يعني بيزعلني. زعلني. واو، ده ان لازم نتكلم تاني. طيب احنا لو عملنا ده على فكره، يعني انا بهزر طبعا، ده هيساعد البلد قوي بدل استيراد القمح الرهيب اللي احنا فيه ده. بس برضه مش الأكل الصحي، بس الأكل الصحي والفيتامينات والرياضة وأعمل تأمل أو حاجة والنوم، بس هو الأكل الصحي بصراحة بينجز معانا جامد. حلو جدا جدا. طيب لو في اسئله بليز اكتبوها، لو لكم اسئله ليها دعوه بالاي دي اتش دي او سؤال محدد، ايه اللي ممكن الام او يعني اللي ممكن تكونوا لو اسئلتكم اكتبوها. انا سؤالي الام تشيل ايه ولا ايه، ولا لازم تمشي مع حد؟ يعني تبتدي تشيل ايه لو اي دي اتش دي، لو في طفل اي دي اتش دي تشيل ايه، تبتدي تشيل ايه؟ سكريات اوكي، إيه انت قلتي ناكل بروتينات وكده، تشيل كل الحاجات دي واحد واحد ولا كله مره واحده، ولا تعمل ايه؟ على حسب هي الكنترول في البيت عامل ازاي، يعني هي حسب الطفل ده بيروح عنده ايه المتاح ليه، يعني مثلا لو شالت ده هيروح ياخد ده، يعني هي حسب بتبص كده بتشوف حسب الموقف اللي هي فيه، فبتشوف ايه اللي مثلا تعرف تتعامل معاه بحيث ان ابنها ما يقعدش من وراها يعمل حاجة تانية مثلا، او اخواته حسب بقى او باباه او كده. فلو مثلا السمنة الزيت المهدرج ده يبقى سمنة بلدي يبقى خير وبركه، يعني الحاجات المحمره مش هينفع بقى، نبقى نشوح لحمه نشوح مش عارفه كذا، يبقى سمنه بلدي. لو هناكل بطاطس محمره يبقى تاكل البروتين الاول والسلطه بتاعتك او الخضار اللي طبخينه مثلا، الملوخيه او الباميه او اي حاجه فيها الياف، يعني خضار بروتين الياف. لما ندخل البروتين وندخل الياف البواقي دي بتبقى بلس ماينس بتبقى، فدي ممكن ايه نلعب فيها. السكر بيبقى ايه، لا الكورن فليكس هو ايه، ربنا خلقه ايه، انا ما اعرفش ايه الكورن فليكس ده، نعرف ربنا خلقه ايه ونشوف بقى ساعتها ايه اللي معاه كمان غير اعرف من الغربيزه. زمان قوي، من زمان قوي، انت المتربيه في امريكا، يقولوا ان الكرتونه افيد من اللي جوه. الكورن فليكس ده يعني ده اكذوبه العمر غير يعني. المكونات والذره للاسف، يعني مثلا لو القمحه بقت يعني جاتش على الذرة يعني، بس نشيل يعني زيوت المهدرجة السكر، بس هو الذرة بقى 1% بس ذرة، لأن هو 99% مبقاش ذرة، اتلعب في جيناته. القمح ما بقاش خلاص، هو تكوين الجزيء الكورن فليكس اكثرهم بقى، لا اما ملونين عليهم سكر، لا اما هم اصلا عليهم سكر، القصه كلها مش مظبوطه يعني. نقرا المكونات فناكل البروتينات بتاعتنا والألياف والدهون الصحية، يعني السمنة البلدي، زيت الزيتون، الشوربة، ناكل يعني البيض فيه دهون صحية. أنت عارفة البيض البلدي ده مهم قوي، مهم قوي ناكل بيض يا جماعة، لأنه فيه كولين عشان الذاكرة. فإحنا لما بنعمل حاجة اسمها كراودنج إن، بنزحزح حاجات نأكلها للعيال كده، هنشيل بقى إيه الأكل، هنقلل الأكل المضر لأن هو بطنه هيشبع لو الأكل ده بيشبع، خد بالك. فحسب بقى هنشيل ايه، اللي في ايدي اشيله، ونبقى واعيين كل ما هنشيل حاجه كل ما يجيله اعراض انسحاب، فما نتخضش او ننكد عليه اكتر، ان هو موده هيبقى وحش، تركيزه هيبقى وحش، هيبقى تعبان، ما بنجيش اول اسبوعين لما انا باكلك صحي المفروض يبقى عندك طاقه وتبقى ماشي ومركز معايا، لا اول اسبوعين هيبقى ممكن يمشي يسند على الحيطه، لان اول اسبوعين ممكن يبتدي جسمانين او في اوجاع كده او تعب، تاني اسبوعين ممكن اول اسبوع ما يبقاش قوي بس تاني اسبوع بيبقى التعب بيبتدي يبان، او تاني اسبوعين مود ها يضايقك يتعصب، نبقى واعيين نبقى احنا اللي ايه حكمة. بس ده لو شلنا كله مرة واحدة صح؟ ولكن لو واحد واحد مش هيوصل حتى لكده. لو شلنا سكر بس، حتى لو شلنا عصير الفاكهة اللي مليان سكر ده، واو، لو شلنا اللبن بس، ممكن لو شلنا اللبن والعيش يعني حسب بقى، احنا ممكن نشيل حاجات لا الطفل بيحس بالتغيير، بيجيله اعراض انسحاب زي اي بني يعني ادم طبيعي. نسبة الانسحاب من أي حاجة بنلغيها كده فعلا بتبان يعني. بس على اليوم الثالث بتبتدي بقى عايز، على اليوم الثالث بالذات تبتدي البكتيريا بقى بتبتدي تقول انت بتعمل ايه، كل البتاعة دي احنا بنموت ها، كل البتاع بيموتوا بدري، على اليوم الثالث بتبتدي عايز وممكن يعمل لنا مشكلة في البيت، نبقى واعيين بقى بالكلام ده، اوكي، نشرب ميه، ناكل فاكهة بدل السكر قد ما نقدر، بس بلاش بقى التمر وكده، لان لو تمر كتير يقعد ناكل في تمر، التمر بتاكل منه حبة صغيرة عشان ما السكر برضو هايلي جلايسيميك، لانه مفيش الياف كتيره، سكره اقل من الموز مثلا بس اليافه اكتر، اليافه اقل من الموز، فبيطلع هوبا فبينزل دروبا، فبنبقى فجاه عايزين بقى احنا تحت.
فنقدم ما نقدر الفاكهه الفريش، التمر قليل لو هياكل تمر يعني، دلوقتي بالراحه بالراحه. فاكهة الصيف ايه المسموحة؟ العنب ما مليان سكر، البطيخ مليان سكر، ايه بقى؟ جميل، لا البطيخ جميل، بصي مليان الياف مليان ميه، فاكهه الصيف كلها زي الفل، بس ملاش نشرب الفاكهه، ناكل الفاكهه اه لا ما بطلنا طبعا مع نشرب. الوقت، لو عايزين نقلل الفاكهه يبقى الطف، بس احنا بنتكلم من السكر للفاكهه يعني، دي كل الفاكهه بس ايه، بس اهم حاجه البروتين والالياف والدهون الصحيه، وجبه كامله دهون الياف أصلاً. طب هشوف كده حد كان كاتب سؤال. لا هو الموضوع عايز كلام تاني كتير، عشان خصوصا الناس اللي عندها ADHD. عايز اشوف الشات ثانية واحدة، او لو انت قادرة تقريه، لان انا مش راضي يطلع لي. اه اهي الزبادي معمول، اه بتقول الزبادي معمول من لبن، واللبن فيه مشكلة. في سؤال بعديه ممكن، هو ليه بيروح ويجي؟ ثانية واحدة. ممكن ناكل عسل ابيض مع الزبادي والفاكهة؟ ده سؤال. هو طبعا ممكن، بس هي الفكرة كلها ان العسل ايه، العسل خام وقد ايه، والعسل الخام ده هل هو محطوط له سكر، ميه بسكر في الخلية نفسها يعني، انت عارفة بقى اللي بيعملوه، فهي دي بقى بتبقى بيبتدي بقى اللي هو corruption. هي قالت كلمة اللي بيعملوه دي مهمة جدا، لأن كلمة اللي بيعملوه، كنت لسه بتكلم مع بنتي النهاردة بقول لها المشكلة إن مفيش حاجة أنت عارفة هي اتعملت إزاي. خلاص ابتداء إن القمح اتزرع إزاي وحصل له جيناتك يعني تغيير، وحاجات تانية حصل لها جيناتك تغيير، فمن ففعلا يعني الواحد يحاول يتحرى بقى في الأكل شوية شوية زي ما أنت بتقولي، عشان عسل صغير بالراحة بالراحة، هنلاقي نفسنا مش عايزين ناكله، لو قعدنا نقلل بالراحة بالراحة، جبنا أعراض خفيفة خفيفة، فجأة نفسنا مش هيبقى نفسنا مش هي... مش نفسنا مش جاية عليه. والله ده حقيقة. أنا عايزة أقول لك على حاجة كانت معايا، أنا اسمي السكري ودايماً أهزر، بابايا كان بياكل الحلاوة كده بالعلبة ويموت في العسل كده، وأنا كنت كده، فكنت بحط 4 معالق سكر، شوية شوية قللتهم 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 لغاية ما بقوا مثلاً 2، ولازم لبن، لا يمكن الشاي ينزل بطني من غير لبن، وأقنعت نفسي إن بيجي لي نوزيا وبيجي لي حاجات لو شربت الشاي ده من غير لبن. سبحان الله، يعني لسبب ما حاولت أقلل اللبن، كنت بحب اللبن قوي، لغيته خالص من الشاي، وبعدين لغيت السكر ولا حصل لي حاجه. من 4 معالق خدت قد ايه؟ بس ما كانتش حد فورسني يعني، يعني من كذا سنه لغيت 4 دي، كنت باكله تحت كده لغايه ما ابتدى يقل إيه، لغايه ما بقت تنتوفه ملهاش لازمه يعني، بقيت اللي هو برش كده سكر فوق، بعدين طب ليه، طب نجرب بلاش، ومش عارفه ازاي بجد قدرت اشيل اللبن. طبعا من حاجه شفتها على الحاجات عن اللبن ومش عارفه، فقلت لا انا مش عايزه لبن بقى. فهل بقى ما بحطوش في كيكه؟ لا، في سكر بيدخل في جسمي طبعا، انا باكل كيك باكل حاجات، ولكن حتى ده بحاول اقلله، لان كنت بحب قوي الحلويات، لكن هو كل حاجه بالتعود. ودلوقتي لو الشاي اتحط فيه نقطه سكر زياده اقول لا مش قادره اشربه، يعني هو خلاص بقي فعلا اتعود مش عايز الطعم ده. فزي ما انت بتقولي ده حقيقه. طيب حلو جدا، في اي حاجه تحبي تضيفيها قبل ما نقفل؟ في أي نصيحة عايزة تقوليها؟ أنا عارفة قلتي نصايح كتير، بس في حاجة عايزة تقوليها للأهالي اللي هم أكترهم هنا هيتفرجوا علينا أو هيتفرجوا بعد كده على يوتيوب، عن تساعديهم في حاجة للناس اللي عندها ADHD؟ عايزه بس ايه نفتكر كده ان الطفل العادي، الطفل العادي اللي ما عندوش حتى اي دي اتش دي، الطفل العادي والتينيجرز لحد ما يبلغ بيبقى عنده البريفروتال كورتكس، النشاط فيها قليل، معناه ان هو عنده الجادجمنت اصلا انه يحكم بطريقه مظبوطه قليله، ياخد قرارات مظبوطه، بيبقى اوريدي ربنا خلقه عنده ضعيف في الحته دي، فنبقى لطاف مع الاطفال بالذات بقى اللي عنده اي دي اتش دي، فبيبقى قرارات شوية يعني impulsivity، مش عارفة العربي فجأة راح مني، اللي هي الاندفاعية، impulsive هو اه اللي بيتصرفوا بالاندفاعية، ما بيفكروش، ما بيلحقوش بالراحة، يفكروا، عشان ده سلوه اللي انت قلتيه. فإن احنا نبقى عندنا الوعي ده من الطفل عامة كده كده لحد ما يبلغ، فاحنا نبقى مسؤولين ناخد بالنا من أكلهم، مش عارفة كذا كذا، ما ينفعش نحمله فوق طاقته لأن هو هيطلع عنده مشاكل، هيتضايق يعني، انا اصلا كده، انا اصلا كده، فيبتدي هو خلاص ما انا كده، خلاص ما انا كده، خلاص ما انا كده، فلا نبقى عندنا الوعي بس بالحته دي، وقد ما نقدر كده كده كلنا غالبا يعني. حلو قوي. اه طبعا بيطلع لهم مش بس انا كده، ده بيجي لهم بقى انا ليه كده، اكيد في حاجه غلط فيا، مين اللي غضبان عليا ولا ايه الحكايه. آه بيشكروكي جدا دكتوره امنيه اظن اسمها، بتقول لك ثانك يو سو ماتش، وربنا يجازيكي خير على كل المجهود ده، ومتشكره جدا لكل الحاضرين. على فكره هو اكيد احنا هنستضيفها تاني،
هستضيفها على ادراك برضو، يبقى عندنا مساحه برضو عشان نوصل لناس اكتر اكتر. بليز لو ده فاتكو المعلومات دي، اصلها هي عموما لكلنا غير الاي دي اتش دي، بليز اعملوا شير الكلام ده. كل معلومات عنها هيطلع الفيديو قريب جدا، 3 ايام بالكتير هيطلع على اليوتيوب بكل ازاي توصلوا لها وكل حاجه. واشكرك جدا يا فاطمه بجد ان انت لبيتي الدعوه، ومعلش هنطلب منك تيجي مره تانيه. لا، Thank you so much بجد، مع السلامه.